تبارك الله نلقى هذه على جميع الشروط، الشعره المعكرشه واللون الادهمي على جميع الشروط الا انها تلحق، الناقه هذه تلحق. إيه في الشبكه، اما اذا طلعت برا ما تلحق. هذا ديدها ما شاء الله تبارك الله، الناقه مشروطه الا العيب اللي قلته لك. هذه الناقه ذي نرقمها برقم واحد، هذه رقم اثنين، يلا انتقل عند عبد العال. رقم اثنين هداوه ومقارديه، لا جوك الضيوف مغر تطردهم وتحط رقبتها عليهم. ادخل لمس ديسه عبد العال، ما شاء الله ادخل من تحتها تبارك الله تبارك الله. هذه نرقمها برقم اثنين، الوجه الزين والسبال الطيب، هذه رقم اثنين، هذه رقم ثلاثة، هذه رقم ثلاثة ايضا القحة والديس الزين ولا تلحق على جميع الشروط والهداوة ما شاء الله تبارك الله. تشاول بدون فحل، حمراء دم ما شاء الله تبارك الله. هذه رقم ثلاثة. للتواصل مركز سليمي بن شالح وشريكه 0538809. جيبوا لي الثنتين الثلاثة اللي لك سقها. هذه مقاردية هداوة ما شاء الله تبارك الله. إذن الآن رقمنا هذه رقم واحد، وهذه رقم اثنين، وهذه رقم ثلاثة، هذه رقم ثلاثة. للتواصل مركز سليم بن شالح وشريكه 0538809. أنا قلت لكم هذه رقم واحد تلحق والباقي على جميع الشروط. هذه على جميع الشروط اللي هي رقم ثلاثة، وهذه رقم اثنين على جميع الشروط. البلع عددها ثلاث، يا للحمر يا عشاق الدهم. هذه ما شاء الله شعره شعره معكرشة ما شاء الله، لا قوة الا بالله. شوف تبارك الله شعره معكرشة. التواصل مركز سليم بن شالح وشريكه 0538809.